معكم أنا وزينب بآخر فقرة من صباحنا. غير وين وصلنا زينب؟ أكيد محطتنا الأخيرة سالي رح تكون مع أنشطة وزارة الثقافة والهيئة العامة السورية للكتاب، يلي عم تستعد للاحتفال باليوم العالمي للترجمة، واللي بيصادف 30 طبعا أيلول الجاري من كل عام عبر ندوات عم تطلقها بمكتبة الأسد الوطنية. لنحكي أكثر بشكل موسع عن هالموضوع بس نرحب بالأستاذ حسام الدين خضور، مدير مديرية الترجمة في الهيئة العامة السورية للكتاب. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم، يسعد صباح العاملين في البرنامج، يسعد صباح المشاهدين جميعا. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك. يعني بداية خلينا نحكي على التحضيرات ليوم الترجمة العالمي أستاذ، كيف التحضيرات هيك وكيف الاستعداد؟ التحضيرات قائمة على قدم وثاق من أشهر، والآن اكتملت، وستفتتح السيدة وزيرة الثقافة الدكتورة لبانة مشوح بعد غد صباحا الساعة 10 الندوة الوطنية للترجمة. وفي هذا العام الموضوع هو ترجمة المصطلح العلمي إلى اللغة العربية، وهذه الندوة هي عمل سنوي، نشاط سنوي من نشاطات الهيئة العامة السورية للكتاب، نقيمه سنويا بالتعاون مع كل المؤسسات المهتمة بالترجمة وبالأبحاث اللغة، وهي جامعة دمشق ممثلة بالمعهد العالي للترجمة والترجمة الفورية ومجمع اللغة العربية والاتحاد كتاب العرب وأيضا اتحاد الناشرين السوريين ومركز دمشق للأبحاث والدراسات. نعم. مداد. نعم. أستاذ حسام، يعني خبرنا اليوم عن رأيك أو كيف بتشوف واقع الترجمة بسوريا وأهميتها اليوم، مثل ما قلنا في أبحاث باللغات الأجنبية، في مصطلحات جديدة، خلينا نحكي عن واقع الترجمة. الترجمة في سوريا حقيقة هو نشاط ثقافي متعدد الأشكال، وتعمل في هذا المجال مؤسسات متعددة عامة وخاصة. الهيئة العامة السورية للكتاب هي من المؤسسات المهتمة. نعم. في هذا الميدان، وتضع سنويا خطة لتنفيذ المشروع الوطني للترجمة الذي أطلقته عام 2016. والندوة بذاتها إحدى آليات تنفيذ هذا المشروع. نعم. وفي كل عام تسلط الضوء على مشكلة من المشكلات التي تواجهها الترجمة، إن كانت نظرية أو عملية أو فيما يخص المهنة بذاتها من النواحي القانونية حتى. نعم. ونعمل جاهدين بالتعاون مع كل الجهات المعنية لترجمة الكتاب من شتى لغات العالم في ميادين مختلفة، فكرية وعلمية وأيضا في العلوم الإنسانية وفي الأدب في كل أشكاله وأجناسه، وأيضا من كل مدارسه المختلفة ومن لغات أيضا المختلفة في العالم أجمع. وفي هذا العام خطتنا ركزت على ترجمة نحو 70 كتابا في الهيئة العامة السورية للكتاب. هذه الكتب من حقول معرفية مختلفة أدبية وفكرية وعلمية أيضا، وتتناول كل ما يهم القارئ وأيضا ما تحتاج إليه المؤسسات. نعم. المختلفة. نعم. في بلدنا، فالترجمة في بلدنا أستطيع أن أقول عمل ناشط يقدم شيء يمكن أن يرضي الجميع. يعني ترجمة المصطلح إلى اللغة العربية، هذا العنوان كان بالعريضة. يمكن دائما كما في رسالة منا أنه دائما نحن نترجم المصطلح إلى لغتنا الأم بشكل سليم وصحيح، يعني لأنه نحن بنعرف في مفردات كثيرة باللغات الأخرى ممكن يكون لا
أكثر من معنى، ولكن نحن بدنا نعرف المعنى الصحيح بلغتنا العربية. قد ايه كانت مهمة هالرسالة ونحن هالعنوان كنا حاطينه بالخط العريض؟ حقيقة هذه مشكلة لدينا. تفضل. لأن ثمة فوضى يعني ليست محمودة في صحيح. ترجمة المصطلح إلى العربية نتيجة واقع موضوعي يعيشه العرب في المرحلة الراهنة. نعم. وفي هذا الميدان نشير إلى أن ثمة تنوع وتعدد في المصطلح في العالم العربي الآن، سببه التجزئة السياسية التي يعيشها وطننا العربي، وأيضا نفوذ لغات مختلفة كاللغة الفرنسية والإنجليزية، حيث ثمة فروق ما بين مشرق الوطن العربي ومغربه في ترجمة المصطلح. وهذه مشكلة حقيقة يشكو منها العالم الذي يتعامل معنا، لأن للمصطلح ينبغي أن يكون كلمة واحدة لمفهوم واحد. هنا ليس مسموحا التعدد والتنوع في المفردات، هنا الترادف ليس محمودا على الإطلاق، ويوقع القارئ والذي يقرأ وثائقنا وكتبنا في مشكلات في فهم ما يقصد. فإذا تعددت الكلمات للمصطلح الواحد توقع القارئ في حيرة من أمره، ماذا يقصد المترجم؟ وفي هذه المرحلة حقيقة نحن نواجه مشكلة حقيقية. نعم. حيث أن ما ينتجه العالم في كل عام نحو 10,000 كلمة، نحن نترجم منها نحو ربع هذه المصطلحات، ونبقى نجهل أكثرها حقيقة. وفي هذا الميدان نحن بحاجة إلى تضافر جهود مؤسسات مختلفة، لا سيما مجامع اللغة العربية في العالم العربي، حيث ينبغي أن تتحول إلى مؤسسات ناشطة في جميع حقول المعرفة، لتستطيع أن تقدم للناطق في اللغة العربية، المتكلم اللغة العربية، مفردات لما ينتجه العالم في شتى ميادين المعرفة. طيب، دوركم اليوم كمديرية ترجمة بترجمة الكتب، نحكي عن هذا الموضوع. نحن في الهيئة العامة السورية للكتاب نعمل كما سبق وقلت على ترجمة مجموعة كبيرة من الكتب في شتى نواحي المعرفة من خلال خطة سنوية نضعها في مطلع كل عام ونلتزم بتنفيذها، وهي في إطار المشروع الوطني للترجمة الذي أطلقته الهيئة كما سبق وقلت عام 2016. والعمل جار في هذا الميدان، وخطتنا لهذا العام حقيقة كانت رائدة، حيث أنه ترجم للقارئ ما يحتاج إليه في الأدب والعلوم الإنسانية والعلوم الطبيعية والصحة العامة. نعم. وما تحتاجه المؤسسات أيضا من كتب تبحث في المجالات التي تعمل فيها كالتربية وكالصناعة وكالزراعة وغيرها. نأخذ أيضا حاجة مؤسساتنا إلى الكتاب العلمي الذي يمكن أن يسهم في تطوير عملها. نعم. أستاذ حسام، أيضا دائما نحن بنعرف أي مجال هو في خلينا نقول تطور دائم، في عطاء دائم، ورغم الظروف اللي كنا عم نعيشها نحن بسوريا من حرب، من إرهاب، وأيضا من ضغوطات، وحاليا هلأ نحن بحرب اقتصادية، يعني كل هالتراكمات ما توقفت عجلة الثقافة بسوريا، وخاصة أيضا الترجمة. كان لنا عدة لقاءات مع حضرتك عن هذا الموضوع، خلينا نحكي مواكبة هذا الموضوع، قديش مر بصعوبات، ولكن دائما نحن لازم نتخطها لنوصل للغاية أو النتيجة المطلوبة.
رغم الصعوبات المحيطة حقيقة التي تضغط علينا في مجالات مختلفة، حيث أن الصعوبات الآن تعدت حدود كثيرة إلى درجة إنتاجنا للكتاب الورقي وتقديمه صحيح. للقارئ، وربما تكون هذه الصعوبة الجديدة فرصة لأن نطور عملنا باتجاه إنتاج الكتاب الإلكتروني، حيث أنه مخرج ويمكن أن نقول عنه أنه حرق لمراحل فرضتها الأزمة، لكنه شيء يمكن أن نصفه بأنه تقدم بدلا من أن يكون في حد ذاته مشكلة، لأنه دفعنا إلى دراسة البدائل المتوفرة، والكتاب الإلكتروني هو مخرج من المخارج التي توفر علينا كثيرا، والتي تصل أيضا إلى جمهرة أوسع من القراء، لأن الكتاب الإلكتروني الذي ننتجه في سوريا يصل إلى مختلف أصقاع العالم والوطن العربي في كل بلدانه. نعم أستاذ حسام، يعني نحن بنتمنى لكم التوفيق بهالندوات الثقافية الخاصة بالترجمة، وخاصة ترجمة المصطلح العلمي للغة العربية، رح يكون بكرة وبعد بكرة. لا، بعد غد ويوم الخميس أيضا. يوم الخميس ويوم الأربعاء. أربعاء وخميس. بنتمنى الكل يعني المهتمين يحضروا هالندوات. بنشكر وجودك أستاذ حسام. شكرا شكرا لتغطيتكم، وندعوكم أيضا لتغطية هذا الحدث الثقافي، وأيضا سيرافق عمل الندوة معرض للكتاب المترجم في الهيئة العامة السورية للكتاب. شكرا لكم. شكرا لوجودك معنا أستاذ حسام، وموفقين أيضا بجميع الخطوات اللي عم بتقوموا فيها.